الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله اليوم حنتعلم بس في الخريطة وكيف نطلع منها المعطيات من الدايمتر والفلوسيتي، وكيف نستخدم هذه الطريقة للخريطة لأن الخريطة زي ما نعرف أنها تفاوت الأرقام لوغاريتمية. طيب الآن عندنا هذا الحيز، قال لك من A و B. أيوة ادانا الحيز كامل وأعطانا المخارج والأمور طيبة. طيب انت كده لازم حتسوي هذا الجدول، تمام؟ المقاطع اللي هي حتتسمى الدخول والخروج، معدل السريان هو لازم يكون معطيك هو، والقطر والسرعة كلها حنخرجها من فين؟ من الخريطة. طيب فنيجي نقول له مثلا المقاطع، عندي اول مقطع ماشي في له الهواء من A و B، تمام؟ اقول له A و B. طبعا انا بدي اشرح بس الخريطة والمثال نخليه يوم ثاني او مقطع ثاني. طيب بعدين عندي البي والسي، تمام؟ بعدين عندي سي دي جي الين اخر شيء اللي هو تمام. بعد كذا عندنا الفروع بي اف نكتبها هنا بعدين. طيب معدل السريان اي وبي مشى كم؟ 1.2، تمام؟ بعدين من البي الى السي كم مشى معانا؟ 0.8. بعدين من السي والدي والجي كم مشى معانا مع المخرج؟ 0.4، تمام؟ الان هو بس كذا يعطيك هذا معدل السريان. نيجي الان نفعل هذا المعدل السريان في الخريطة. تعلمنا في المقطع السابق انه الخطوط الافقية هذه اللي هنا هي حق الكوانتيتي اللي هي حق الكيو، فانا عندي اول كيو بطلعها، تمام؟ 1.2. لو جينا الان في الخريطه هنا ون بوينت تو، خلاص حتعامل مع ال1 بعدين بوينت 2. لو جينا هنا واحد، هذا خط الواحد، وهنا الاثنين، وهنا الثلاثه واربعه وخمسه سته الى العشره، انا 1.2 يعني حيكون هنا. طيب الطريقة اللوغاريتمية ايش يقول لك؟ انه في تفاوت هنا، شوف الخطوط كيف. فناخذ مسطرة، تمام؟ نسوي لنا تمام؟ ناخذ المسطرة، نحدد الزيرو عند النقطة الثانية اللي انا ابغاها، يعني الرقم حيكون 1.2 يعني من 1 إلى 2. اختار احط الصفر عند رقم 2، خط رقم 2، تمام؟ هو ذا خط رقم 2؟ ايوه هو ذا. لانه هذه الخريطة انا قد رسمت عليها. طيب ونعد الخطوط الين نوصل عند الخط رقم 1. فلو جينا نحسبها، هنقول نحسب الصفر كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 خط انا طلعت لي في مسطرتي، انت يطلع لك ان شاء الله 82 خط. اهم شيء انت تاخذ من الخط رقم 2 الين 1 او تمام؟ طلع لك 66 اي شيء، 16 اي رقم يطلع لك في مسطرتك تقسمه على كم؟ على 3. تمام؟ تقسمه على 3، يطلع لك هذا الرقم 5.3. سيب لك من الثلاثة وخليك في الخمسة. خمسة يعني خمسة شرائط. طيب أنا أبغى خمسة شرائط، أجيبها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق لتحت ما ينفع، أنا أبغى من 1 لأنه رقمي 1.2، فأبدأ من ال 1. فنقول له الشرطة اللي هنا 1 2 3 4 5، ونحط خط صغير. هذا الخط صار كم؟ 1.1، تمام؟ هذا الخط 1.1. الآن نيجي نمسك من ال 1.1 إلى رقم 2، خط رقم 2، تمام؟ نخلي الصفر فوق عند الاثنين ونيجي نحسب هنا كم صار معايا. طب احنا قلنا أول كم الخطوط كاملة 16، نقصنا منها 5 يصير معانا 11، تمام؟ فحنقول له برضو 11 خط معانا الآن من 1.1 إلى 2، 11 خط قسمة 3، كم حيطلع معانا؟ خلاص 6.3.6، يعني فوق الخمسة ناخذ 4، فحنقول مثلا 4، ومدينا نخليه بين الأربعة والثلاثة يعني في النص، تمام؟ تمام. فنقول له شرطة زي
كذا. يا سلام. طيب واحد اثنين ثلاثة، وهنا في النص واحدة. هذا الخط ايش الحين؟ هذا 1.1، الخط هذا 1. عفوا هنا 1.1 وهنا 1.1 وهنا 1.2 مثلا. طب هو يبغى مني 1.4، اطلع الثري بعدين اطلع الفور على نفس الطريقة. الان لما طلعنا ال 1.2 اللي هو طالبني هي، تمام، او اللي هو معطيني هي عفوا، وطالبني الدايمتر والفلسيتي، اجي واسوي خط كذا طوالي. خلاص كذا احنا نسويه، تمام، هذا الخريطة. سوي خط طوالي، تمام، عادي لكل الرسمة، عادي ما في مشكلة. طيب هذا خط الطوالي الان يتقاطع معايا ايش؟ احنا قلنا رقم واحد دائما ناخذ لكل متر طولي، فناخذ رقم واحد، تمام، دائما. فالواحد تقاطع معايا مع ال 1.2 اللي جاية من هذا الخط، صارت نقطتي هنا. نقطتي هنا الان اجيب الدايمتر زي كذا، واجيب الفلوسيتي زي كذا. فالدايمتر عندي عند هذه النقطة كم طلع معايا؟ طلع معايا يعطيني هو 500، تمام. لو جينا نتبع كذا هنمشي 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 هنمشي، 500 معطيني هي. فاقول له انا اجيب الجدول واقول له معدل السراني اللي طلعته، ترى القطر 500 ملليمتر. طبعا هنا بعدين حنقسم على 1000 ونحوله المتر وندخله في المسائل. الان بس بنشرح الخريطة، بعدين نسوي مقطع كيف تشرح مسألة كاملة وحيطول جدا. طيب 500. الان نيجي نشوف السرعة عند نفس النقطة دي اللي اخذنا منها 500، تمام، حننزل معاها بخط زي كذا. نشوف هي اي، هنا النقطة حقتي، انزل معاها كذا، تمام، طبعا بالتوازي مع الخطوط هذه. حتى لما ترسم لا يعني مثلا هنا نقطتك لا تسوي زي كذا، لازم تمشي مع الخطوط هذه، عرفت؟ مثلا نقطتك هنا، مثلا خلينا نفترض ان هنا نقطتك، تمام، حتمشي زي كذا توازيها، مو زي كذا حتجي كذا تميل الخطوط، امشي مع الخطوط. طيب انا نقطتي جات هنا مع الخط بالملي 7 الدانية، تمام، فاقول له هنا عندي 7 السرعة، 7 وهكذا حتطلع. شوف عندي هنا 0.8، تمام، هذا جدا سهل. شوف 0.1 2 3 4 5 6 8، شوف عندي هنا قد هو معطيني هي اوريدي في خط لها. نجي لين تقاطع معايا مع مين؟ مع الواحد، تمام، ونجي نطلع معه بالتوازي مع الخطوط الثانية هذه، تمام. حيجي معايا هنا، حيجي معايا 300، ممكن 375، تمام، 375. طيب لما حتى هنا عندك تسوي طريقة لوغاريتمية، تمام، لكن يعني خلاص اذا قربت للي فوق خلاص بتقول مثلا هنا عندك 350 والخط اللي فوقه 400، اذا جات في النص يعني 375، واذا قربت 398 وهكذا. طيب وفيها لها افريج يعني 10% سيفتي فاكتور. طيب بعدين نجي في نفس الخط هذا ننزل كذا، حننزل معه برضو بالتوازي، حنحصل نفسنا هنا، فحنقول له مثلا 5.9، تمام، 5.9. طيب نيجي اخر واحد كذا، هي طريقة واضحة بس يعني نزيد شوية. 1 2 3 4 هنا تقاطع معانا مع الواحد، نيجي نطلع معاه برضو 2 3 4، تقاطع معانا مع الواحد هنا، نيجي نطلع بالتوازي. امشي الخطوط يا شباب، لا حد يعني كذا، اطلع توازي بنفس الخطوط هذه زي كذا نفس الميله. طيب بعدين صارت عندنا هنا 300 350، هنا 300 وهنا 350، يعني هذه في النص جايه، يعني 325 330، خليها 330 متر مليمتر. طيب بعد كذا نقول له حننزل 330 متر، حننزل بك، حنلاقيها هنا، حنلاقيها جاية معانا عند ال 5.1. وعلى هذه الطريقة انت تستخدم هذه الخريطة
بكل هذه السهولة. راجع المقطع أكثر من مرة ويمكن من المرة الأولى تضبط معك، خاصة لو أنت كنت تدرسها، وتعبي الجداول، وبعد كذا يعني نبدأ نحسب ليش الهبوط الضغط. وبكذا احنا انتهينا من المقطع. لا تنسونا من صالح دعواتكم ودعمكم للقناة، ودمتم بخير.